النهارده كان اجتماع اللجنه الخاصه برئاسه المستشار محمود سعد في وجود الوكيل محمد ابو العينين. الحقيقه تشرف هذا الاجتماع الساده الوزراء المستشار محمود فوزي، الدكتور رانيا المشاط وزيره التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور احمد كوجك وزير الماليه، الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار. الحقيقه كان القعده كانت مثريه جدا، كل وزير استعرض البيان، استعرض شرحه الكامل ورؤيته في التحديات التي تجابهه سواء من الناحيه الماليه او الاقتصاديه او التخطيط، وكذلك طبعا الاستثمار وجذبه. كل وزير قعد تقريبا ربع ساعه او ثلث ساعه يشرح خطته القادمه وبيانه، وراه استطر ذلك كلام من رؤساء اللجان، رؤساء الهيئات البرلمانيه، رؤساء بعض النواب المشاركين في اللجنه سواء من المعارضه او المستقلين. الحقيقه كانت قعده ثريه جدا لان كل واحد فيهم كان استعرض كل التحديات الموجوده، اضاف تحديات، اضاف كلام كتير. الحقيقه كثير من الكلام خاصه في جذب الاستثمار وحل مشكله المواطن، طبعا من المواطن ما يهموش قوي البيان، يهمه رفع المشاكل عن كاهله والمشاكل اللي بتقابله في كل الاتجاهات سواء بين ارتفاع الاسعار او التضخم او انقطاع الكهرباء. كل المشاكل دي استطردناها معاهم، وكذلك طبعا مشاكل التنميه المستدامه وزياده النمو وسد عجز الموازنه، كل ده تطرقنا اليه. اعتقد ان هنطلع بتوصيات للحكومه تقدم مع البيان، تقدم للجلسه العامه كي توافق عليها. اعتقد الجلسه ثريه وان شاء الله نستكمل الجلسات مع بقيه الوزراء.